طبعا من اهم الاخبار الرياضيه ان النهارده الاهلي عنده مواجهه مهمه الساعه 10 امام الهلال السوداني في اخر جولات المجموعه الاولى. الاهلي عنده فرصتين للصعود، الاولى بانه يحقق الفوز ويوصل للنقطه 10، والثانيه بانه يحقق التعادل ويوصل للنقطه 8، وفي الحالتين ان شاء الله يصعد. اما الهلال السوداني فما عندوش غير فرصه واحده وهي الفوز للصعود. خلينا نقرا تفاصيل المباراه النهارده ونعرف ازاي الاهلي استعد لمباراه اليوم، وخاصه مساله تاهيل اللعيبه العائدين من المنتخبات. مع ضيفنا على التليفون الناقد الرياضي طارق رمضان. صباح الخير عليك وكل سنة وانت طيب رمضان كريم، وعايز أعرف منك توقعاتك للتشكيل النهاردة. هل موسيماني هيبتدي ببيرستا وقفشة وشريف، ولا ممكن نشوف تعديل ونشوف وجود ليه حسين الشحات في البداية؟ صباح الخير يا أدير، صباح الخير يا أحمد، وكل سنة طيبين ورمضان كريم. بالطبع يعني مباراة مهمة بالنسبة للنادي الأهلي، هو عايز مش عايز بس يتعادل عشان يتأهل، إنما عايز يأكد الفوز على أساس إنه تعادل مع الهلال في المباراة الأولى، فبالطبع عايز يوصل للنقطة 10، خاصة إن صن داونز وصل للعلامة الكاملة زي ما بنقول، يعني اللي هو الرقم واحد. فبالتالي الأهلي يرغب في الصعود، لكن التشكيل بالنسبة للنادي الأهلي هو بالطبع يعني موسيماني ممكن يغير في التشكيل زي ما انت قلت كده، ممكن يبدأ بحسين الشحات، ممكن يبدأ ببيرسيتاو، لكن هو الأفضل ان هو يعني بيثبت تشكيله فيبدأ بحسين الشحات اولا، ثم او بيرسيتاو يعدل بحسين الشحات، لكن هو بيعتمد اكتر على بيرسيتاو لما يكون جاهز تماما. صحيح. الفترة الأخيرة كان بيرسيتاو مصاب، فبالتالي هل هو جاهز عشان ينزل؟ ده اللي هيحدده موسيماني النهاردة. إذا كان اللاعب جاهز بشكل كويس هيبدأ به طبعا المباراة، لكن أعتقد النهاردة أنه هو يبدأ بحسين الشحات، لأن يمكن حسين الشحات كان أجهز من بيرسيتاو في الفترة الأخيرة، خاصة التزامه في التدريبات الفترة دي. كان حسين الشحات ملتزم جدا تدريبيا، جاهز بدنيا، فهو عايز كمان موسيماني يبدأ المباراة بالضغط على الهلال لإحراز هدف في الفترة الأولى من المباراة حتى يطمئن على مجريات الأمور فيما بعد. استاذ طارق، عاوزين نطمن على برضو الاصابات. عندنا ربيعه وعندنا حمدي فتحي من الاصابات اللي موجوده في صفوف الاهلي، هل في حد منهم تمثل الشفاء وجاهز اللي هو ينزل ويشارك في هذه المباراه؟ حمدي فتحي يعني حمدي فتحي ممكن يكون جاهز للمباراه، لكن رامي ربيعه طبعا هيجيب شهر، محمد عبد برضو غايب على اساس الاصابه بتاعته اللي في الوش، مش هيكون موجود النهارده، يعني هو ما حطوش في القايمه بتاعت المباراه نهائيا. طبعا الاهلي عنده اصابات كتيره الحقيقه في الفتره ديت، لكن حمدي هو الاقرب ان هو يكون موجود وفعلا موجود في القايمه، لان هو لاعب طبيعي الاصابه بتاعته كانت خفيفه جدا، لكن رامي هيغيب شهر تقريبا خلاف طبعا فتره التاهيل اللي هتبقى موجوده معاه، لانه طبعا التمزق ده بياخد فتره طويله في العلاج، لكن حمدي هيكون موجود النهارده. واعتقد ان موسيماني مش هي يعني في اعتماده على حمدي كمان في الدور الدفاعي اللي بيأديه. حمدي فتحي من المدافعين الاقوياء، خاصه لما بيلعب ثالث في النص بيلعب دورين، مدافع ثم الدور في نقل الهجمه، على اساس ان هو بينقل الهجمه بشكل سريع جدا في النادي الاهلي يعني او في المنتخب لما اعتمد عليه كيروش الفتره الاخيره. طيب استاذ طارق، عايز اسال حضرتك عن لاعبي السودان، الهلال السوداني عندهم فرصه وحيده للفوز، فهل هينزلوا من الاول بطريقه هجوميه ولا هيقفلوا ويعتمدوا على يعني مثلا هجمه مرتده او ما شابه ذلك؟ لا، الهلال السوداني طبعا هو عارف ان هو بيلعب قدام النادي الاهلي، وعارف ان هو بيلعب على ملعب النادي الاهلي، فهو بالطبع لو فتح خطوطه وبدا بالضغط العالي زي ما احنا يعني ان هو اللي حضرتك بتقول عليه ان هو يهاجم النادي الاهلي ويبدا يضغط عليه على اساس ان هو يحرز فيه هدف، النادي الاهلي في الهجمات المرتده بيبقى يعني لعبته سريعه فبيقدر يستغل، هو النادي الاهلي عايز يلعب كده، عايز الهلال يلعب بهذا الشكل ان هو يبدا يفتح خطوطه ويهاجمه، فالنادي الاهلي بيستغل هذه الفرص، لكن الهلال هيتعامل باحترام شديد جدا مع النادي الاهلي، هيبدا يلعب على تحفظ دفاعي مع هجمات مرتده وسيطره على الكره يعني اكبر فتره من الوقت، على اساس ان هو يحرز هدف النادي الاهلي في اي وقت من المباراه. نادي الهلال ما بيستعجلش في
في لعب الكوره او الهجوم بمعنى اصح، لكن هو بيضغط تحفظ دفاعي مع استغلال بقى الثغرات اللي ممكن تبقى موجوده، عرضيه ممكن يلعبها يخترق بين لاعبي الارتكاز بكره بينيه. فبالتالي الهلال النهارده هيحاول بقدر الامكان ان هو ما يحرص النادي الاهلي في هدف، وفي نفس الوقت يلعب على هجمه مرتده مع الضغط تماما على اطراف لاعبي النادي الاهلي، خاصه علي معلول من ناحيه الشمال، على اساس ان دائما العرضيات بتاع معلول بتعمل مشكله في الدفاع بالنسبه للفرق المنافسه. الهلال بيمشي كره على الارض اكتر، بيحاول دائما ان هم بينتشروا في الملعب بشكل واضح، بيسيطروا على الكره ويعملوا هجمات مرتده سريعه. فبالتالي هو النهارده هيحترم النادي الاهلي ويحاول بقدر الامكان ان هو يحصل على الثلاث نقاط، لان دي الفرصه الوحيده اللي هو محتاجها للصعود. لكن النادي الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يحسم هذه المباراه بنتيجه الفوز والصعود مع نادي صن داونز المباريات الاخرى يعني. وعلى فكره مش معنى ان صن داونز، عشان بس في نغمه كده، ان صن داونز فريق قوي جدا، فريق قوي جدا، لكن مش معنى ان هو حسم المجموعه ب 16 نقطه او بالعلامه الكامله ان يبقى فرصه اكتر في الفوز ببطوله افريقيا، لان في فرق كتيره جدا بتحصد في المجموعه بتاعتها العلامه الكامله ثم بنيجي لادوار الاقصائيه. طب استاذ طارق، ده فيما يخص فنيات المباراه، لكن توقعاتك بقى كناقد رياضي لهذه المباراه، شايف مين هيتفوق فيها؟ وان شاء الله طبعا بنتمنى الفوز للنادي الاهلي فيها. النادي الاهلي بالطبع ان شاء الله النادي الاهلي حقق الفوز ويصعد، مش مجرد التعادل. النادي الاهلي عودنا دايما ان هو في المباريات اللي زي كده بيحاول يحسمها صحيح بشكل واضح للفوز، لتاكيد قوته في المجموعه، تاكيد قوته كمان مع المنافسين، لانه طبعا في حاله الصعود هيروح لمنافسين اقوياء جدا في الدور الثمانيه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ طارق رمضان الناقد الرياضي، بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وطبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي امام الهلال السوداني.